عرفنا بنفسك. انا اسمي احمد الصادق حسين من الاقصر. انت شبه بس المرسي جدا. الاغلبيه بيقول كده. يعني قابلت ناس بتقول لك كده فعلا؟ كل الناس بتقول كده. طب ايه الناس لما تشوفك في الشارع بتقول لك ايه؟ تقول لي انت شبه بس المرسي، واللي بيفضل مركز معايا، بس انا مش شايف اي شبه يعني. انت مش شايف اي شبه؟ بيخلق من شبه 40. حد طلب منك يتصور قبل كده؟ كتير يعني، مش كتير خالص، مرتين ثلاثة، أو مرة في حد في الزهراء في المترو، وبسمع صحابي دايما واللي بينزل لي على الفيس وكده يعني. طب ايه احساسك انت لما الناس تتصور معاك كده؟ عادي يعني. انت شايف انك عادي؟ عادي، مفيش اي حاجه. انت خريج ايه الاول؟ انا خريج بكالوريوس سياحه وفنادق. كنت شغال في السياحه؟ كنت شغال. طب ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي في السياحه؟ والله يا رب تصلح الحال ان شاء الله. يعني انت شايف هترجع الايام اللي جايه دي ولا ايه الدنيا؟ ان شاء الله خير، ربنا يسهل الامور. طب ايه كان السبب الرئيسي ان ممكن ما ترجعش، او وهي اللي خلاها تقل اليومين دول؟ والله انا مش بحب اتكلم في السياسه يعني، بس الامور مش بتسمح في البلد. ان شاء الله خير يا باذن الله. ده اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده اهلاوي طبعا. اهلاوي. طب ايه رايك في لعب باسم مرسي اصلا؟ هو انا بصراحه يعني هو لاعب يعني زي اي لاعب. انا عشان اهلاوي مش هقدر اتحكم في لاعب زملكاوي، عشان ما حدش يقول لا ده محايد الاهلي ده محايد الزمالك. لا، بس هو يعني من وجهة نظرك انه لعيب كويس. لعيب كويس وحبيب الزمالك، ربنا يكرمه.